يدخل المنتخب الوطني الأول لكرة السلة مواجهة هامة حيث يواجه نظيره الكاميروني في 5:30 مساء، ويأتي ذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من المرحلة النهائية بتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة 2023. ويحتل منتخب مصر صدارة مجموعته السادسة بالتصفيات برصيد 13 نقطة بعد فوزه على نظيره التونسي بالأمس بنتيجة 67-61.